السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم جميعا بخير، كل سنه طيبين بمناسبه عيد الاضحى. ربنا يعيد علينا الايام جميعا بخير. هعمل معاكم النهارده طاجن العكاوي في الفرن. هعمله بطريقه سهله جدا وهيطلع ظريف وخفيف جدا من غير دهون كتير، اكتفيت بدهون اللحمه. قطعه العكاوي دي اللحمه بتاعتها بتبقى جميله جدا يا جماعه، يا ريت تجربوها. انا جبت هنا العكاوي بتاعتي جهزتها، وعندي بصل مبشور حوالي 3 بصلات، وعندي طماطم، وعندي ثوم. انا حطيت العكاوي على طول كده في الحله بتاعتي، انا اسويها في حله الضغط لان انا بحب اللحمه مستويه. عادي ممكن تعملوها في الحله العاديه بتاعتكم بس هتاخد وقت اطول. هشوحها كده وهكتفي بالدهون اللي موجوده فيها وهقلبها لحد ما تتشوح خالص. بعدين ضفت البصل المبشور، بصلتين كبار او 3 بصلات متوسطتين، وحطيت طماطمتين، حطيت معلقة ثوم مهروس يعني حوالي 3 فصوص ثوم، حطيت ملح وفلفل اسود ومعلقة من ال7 بهارات، وقلبتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا ديت لو انا مش حطاها في حلة الضغط انا مش هضيف مية واخد بالي منها كل شوية هقلبها، لكن انا عشان حطيتها في حلة الضغط ضفت عليها بس نص كوباية مية لاني بخاف تتحرق او تتلسع. حطيتها بس انا هخليها تستوي نص سوا، يعني ما استويتش قوي، يعني هي دخلت في السوا بس ما استويتش قوي. ونزلت، وشايفين نزلت الشوربة بتاعتها كده. عشان استخدمها تبقى لسه هحطها في الفرن واحطها مع البطاطس والخضار وكده تاخد كامل سواها معاهم. هنا عندي كمية من البطاطس، جبت القارب بتاعي، وعندي كمية من البصل المتقطع حوالي 2 بصلتين كبار قطعتهم جوانح كده مدور، وعندي طماطم وعندي فلفل اخضر. هبتدي احط البصل الاول في الصينية بتاعتي، ضفت الفلفل، كنت احط فلفل الوان عادي براحتكم، وحطيت البطاطس، هقلب الخضار بتاعي. طبعا هحط، هتبل بس الخضار بتاعي الاول، هحط عليه ملح وفلفل اسود، وحطيت شوية من البابريكا. وانتوا البهارات دي اختيارية، يعني ممكن تحطوا بهارات زي ما انتوا عايزين، يعني الطعم اللي بتحبوه، بس هو احلى طعم بقى الحاجات التقليدية عشان ما تغيرش طعم الخضار. يعني انا حطيت ملح وفلفل اسود بابريكا بس. هقلب الخضار بتاعي، احط كمان معلقة من زيت الزيتون على الخضار، رشة خفيفة كده، هحط حوالي معلقة كبيرة. هقلب الخضار بتاعي كويس قوي، لحمة العكاوي دي يا جماعة انا مكنتش قبل كده، يعني عمري ما جربتها، بس يعني ناس قرايبي عملوها ومدقتها لقيتها طعمها حلو قوي. انا بعملها طبعا على فترات متباعدة، بس هي فعلا من الحاجات اللي طعمها جميل جدا. هبتدي ارص اللحمه بتاعتي على الوش كده، اضيف اللحمه بتاعتي كلها اوزعها على الوش. هي طبعا اللحمه مستويه يعني داخله في السوى نص سوى، وهصب الخليط بتاعي اللي نازل من اللحمه كده عليها، وهبتدي اظبط شكل الطاجن بتاعي. طبعا انا كنت احطها في برام بس البرام ما كفاش الكميه، فعشان كده عملتها في البايركس ده. حطيت زي ما انتم شايفين كده، قلبت الخضار شويه وحطيت شويه من البصل والفلفل على وش اللحمه. هغطيها بالفويل وهدخلها الفرن، هحطها على يعني من تحت، هسيبها شويه حوالي مثلا من نص ساعه لتلات اربع ساعه لحد ما البطاطس تستوي. وطبعا اللحمه قلت لكم هي داخله في السوى يعني شبه مستويه. طلعت زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو قوي وريحتها حلوه وطعمها حلو. انا عارفه كل الناس عندها لحمه اليومين دول ممكن يجربوا الطريقه دي. يا رب تكون الطريقه عجبتكم وتجربوها. ما تنسونيش في السبسكرايب واللايك والكومنتات. شكرا.